مبارك، عيدكم مبارك اول شيء. افتخر ان اكون وياكم اليوم نحتفل بالعيد، نفس الوقت هم بعد انقل شكر وتقدير واعتزاز مجلس إدارة مؤسسة البترول والقيادة السياسية بالكويت بالدور الرائد اللي قاعد يقومون فيه وقمتوا فيه خلال السنة اللي طافت في مصفات والشركة ككل وقطاع النفطي. وإن شاء الله نتوقع منكم الأداء المتميز اللي فيه. فيعطيكم العافية وقواكم.